مساء الخير جمهوري واهلي، انا بخير الحمد لله. حبيت اطمنكم عليا، معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش قادره اكون متواجده معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت. واول ما تعافيت حبيت ان انا اطمنكم عليا. الف شكر، انا حقيقي ممتنه لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله. وده ان دل عن شيء يدل ان ربنا راضي عني، لاني شايفه كم الحب الهائل والكبير. انا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب اهني الشعب المصري بذكرى ثوره 30 يونيو. كل سنه وانتم طيبين وانا بخير الحمد لله. واحب اقول لكل جمهوري انتظروني قريب.